السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي جداد على القناة واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهدة، شكرا على التعاليق الزوينة اللي كتحطوا ليا. بسم الله انا غادي نبدا الوصفة وغادي نبداها بهذا الكرموس اللي كيكون هكا ديال الموسم، كيكون في هذا الفصل ديال البرد، وكنحلو هكا. نتوما شفتوا معايا اللون ديالو كيفاش داير. غادي نشقها هكا، كنشقها صافي وكنعصرها، راه كتخرج هكا الكرموسة. هو راه تيكون صغير هذا الكرموس، كيكون من نوع الصبار او الكاكتوس، وكيتواجد في هذا الوقت بحال هكا، وكنستعملوه كنستافدوا منه باش كنستعملوه بحال هكا، كنستعملوه في الوصفات. هنا درت 4 الحبات، راه كافين. صافي غادي نجيب واحد نص كاس ديال الماء دافي كنضيفو عليه، وغادي نطحنو. هنا كنطحنو باش كناخد ديك العصارة ديالو. نتوما اللون ديالو راه بحال الشمندر الأحمر أو الباربع. صافي بعد ما طحنتو غادي نصفيه في واحد الاناء اللي كيكون واسع، وغادي نضيف عليه كاس ديال الماء باش كنزيد نصفيه وكنحيد هذاك الحصى ديالو. حتى هو راه فيه هكا الزريعه بحال الهنديه. وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون، ما كاملش نص كاس. غادي نضيف واحد جوج معالق ديال السكر سنيده، هذا كيبقى على حسب اللي كيبغي السنيده، اللي ما تيبغيهاش ما يديرهاش، يقدر يدير معلقه ديال العسل راه كافيه. غادي ندير واحد شويه ديال الحبه السوداء كتواتى معاه في المذاق، وكندير الخميره الفوريه كنخلط مزيان حتى كتخلط لينا الخميره الفوريه مزيان، وكتبدا تذوب. صافي غادي نضيف الدقيق. هنا غادي نقول لكم شحال غادي نضيف ديال الدقيق، كنخلط بحال هكا بالفوي، نخلط مزيان. كنزيد كنخلط وغادي نزيد الدقيق، هنا غادي نحيد الفوي وغادي نضيف الملح. انا هنا تحذف لي الفيديو باش درت الملح، كنضيف معلقه صغيره ديال الملحه وكنبدا نخلط هكا بيدي، كنديه ونجيبو بحال الا كندلكو هكا السفنج. غادي نزيد الدقيق، وكنجمع لان الدلك ديالو راه ساهل. صافي غادي نجمع بحال هكا الجوانب، وكنخليه هكا مرخي. صافي كندهن يدي هكا بالزيت وكنجمع. صافي غادي نضيفه في واحد الاناء اللي تيكون مجموع، كندهنو بشويه الزيت ونغطي عليه بواحد البلاستيكه بواحد المنديل، ونخليه حتى كيختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالو، ونرجع معاكم بعد ما كيختمر. هنا غادي نجيب عندي واحد المول ديال الكيك بحال هكا اللي على شكل وريضه، او كنقدروا نديرو على شكل شهده او اللي كيعجبكم. صافي كندهنو بشويه ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون،
هنا غادي نرجع للعجين ديالنا. هنا راه اختمرت وكندهني يدي بالزيت لان راه مرخيه العجينه، نتوما شفتوا معايا. غنزيد الدهن وكنبدا ندير كريسات بحال هكا، كنكورهم. هنا راه خدات معايا 350 غرام ديال الدقيق، غادي نجيب هنايا المول اللي دهنت، وكنكورهم وكنحطهم بحال هكا. راه كيجيو رائعين البنات، جربوهم وردوا عليا في التعاليق. بحال هكا ولادنا لما تياكلوش بحال هكا كيقدروا ياكلوه هكا في هذا البريوش، كيجي رائع وكتجي فيه واحد اللذة. وكنزيد نجمع صافي. بعد ما كنكمل الكميه اللي بقات عندي غادي نكورها، كنجمع ونكورها. والفران ديالنا راه كيسخن، هنا كنخليهم واحد 5 دقائق، وكندير شويه ديال الحبه السوداء ونخليهم واحد 5 دقائق حتى كيعاود يختمروا صافي. وكندخلهم الفران على درجه الحراره 180. بعد ما كيسخن كينسخنوا على 220، ولكن كنردوا على 180 وكنخليها طيب على خاطرها. هي طابت، خدات معنا 15 دقيقة وكانت موجودة. وغادي نقلبها، غتشوفوها من التحت ديالها كيفاش طايبة، وداك اللويان كيجي رائع بحال هكا. راه طايبة كتجي بحال شكل ديال الكيك. وهنا كنقدروا بحال هكا نوجدوا بها، نوجدوا معها كوز ديال اتاي او كوز ديال القهوه. نتوما شفتوا معايا كيفاش كتجي، وكتجي هشيشه وخفيفه. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي جداد على القناه واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده وعلى التعاليق الزوينه اللي كتحطوا ليا. وغادي نخليكم مع الصور ونقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.